مراد أحييك من جديد. طبعا يمكن هلأ ضوء الشمس كأنه خفت قليلا، لكن على أمل أن تبقى الأمور مضيئة وإيجابية فيما يتعلق بوجهات النظر المتبادلة والتي تأتينا عبرك وعبر أيضا وسائل أخرى من دافوس حول سيطرة مسألة أوروبا على مجمل المحادثات في قالب اقتصادي عالمي وتخوف من عودة الركود على ما يبدو. بالفعل يا هشام، مثل ما ذكرت أشعة الشمس بدأت تخفت اليوم، درجة الحرارة لقد ارتفعت نوعا ما، الثلوج بدأت بالذوبان، ونتمنى أن يحصل الجديد المتوقع طبعا بالنسبة لهذا المنتدى والوصول إلى نتائج إيجابية ومرضية أو مقنعة على الأقل. للحديث عن أبعاد الأزمة المالية العالمية أو ما تمر به أو ما يمر به الاقتصاد العالمي و تحديدا في اوروبا وانعكاساتها على المنطقه العربيه، يسعدنا ان نستضيف السيد مروان بودي وهو رئيس تنفيذي لشركه طيران الجزيره. سيد مروان مرحبا بك، مساء الخير. اهلا وسهلا، مرحبا بكم. اهلين. بدايه سيد مروان، انتم بمتابعتكم لمنتدى دافوس الاقتصادي ومشاركتكم فيه، كيف تنظرون الى الابعاد او التاثيرات الفعليه لازمه ديون منطقه اليورو والازمه العالميه ككل على المنطقه العربيه؟ لا شك طبعا العالم الان اصبح هي عباره عن قريه واحده كبيره، ما يحدث في اوروبا ممكن يأثر علينا في منطقه الشرق الاوسط عامه والخليج خاصه. ما ننظره الان وضع البنوك الاجنبيه اللي حاصله الان في اوروبا تؤثر بشكل مباشر الان على منطقه الشرق الاوسط، عدم وجود السيوله في هذه البنوك لها تاثير. لله الحمد منطقه الشرق الاوسط نوعا ما محصنه لكنها ليس بالكامل، والدول النفطيه خاصه الان عندها المداخيل التي تعطيها المقدره ان تجتاز هذه الازمه التي تمر الان وبشكل حاد في اوروبا اكثر بكثير ما كنا احنا متوقعين. لكن سيد مروان، اكيد ان الازمه العالميه طبعا التي تفجرت في العام نهايه 2007 وبدايه 2008 وتحديدا منتصف 2008 اكيد انها افرزت فرص جديده، فرص استثماريه جديده. هل تعتقد ان الاموال العربيه الان سمعنا عن انتقائيه، لكن هل هي بالفعل انتقائيه جيده بالنسبه للاستثمارات في الغرب؟ من المؤكد الان احنا ننظر الى الاستثمارات الان في اوروبا لم تكن متوفره بالسابق، ننظر إلى كثير من المحافظ الاستثمارية التي تباع الآن بأسعار زهيدة جدا مقارنة بما كانت عليه من حوالي سنتين أو ثلاث سنوات. هذا الوضع في أوروبا توقعتنا أنه راح يستمر لأكثر من سنتين، ما راح يكون مرحلة فقط انتقالية على حد قصير. هناك فرص عديدة، كثير من البنوك البيوت الاستثمارية بدأت تنظر إلى أوروبا، وكثير من الحكومات المنطقة بدأت تنظر إلى الاستثمار في أوروبا. لكن ما هي أفضل القطاعات التي ترشحها لأن تكون أكثر جذبا للاستثمارات؟ من الصعب جدا طبعا تحديد قطاع معين من آخر. إلى الآن الرؤية ضبابية لم تتضح، مش مثل ما احنا شايفين اليوم في دافوس، لكن ما زال هناك كثير من الغيوم بالأجواء الاستثمارية في أوروبية، وأعتقد يعني من الأفضل الآن التريث بالمرحلة الحالية أكثر من الانقضاض على أي فرصة بالحال. إذا أوروبا لا تمثل الآن خيار أو أولوية لك؟ ما هي باقي المناطق العالم التي يمكن أن تكون خيار؟ الولايات المتحدة الأمريكية هي الآن بدأت تظهر بالصورة أنها بدأت كمنطقة تنشطت وتجتازت نوعا ما المرحلة الصعبة اللي مرت عليها. الحلول اللي وضعت في الولايات المتحدة أثمرت إيجابيا لهم، تجاوزوا الأزمة مرحليا ويعني تصدوا لها من حوالي سنتين، والآن بدأت تثمر منطقة آمن للاستثمار من ما هي عليها أوروبا اليوم. طيب إذا عدنا للمنطقة العربية وإذا عدنا تحديدا إلى قطاع الطيران، أنتم تعملون في قطاع الطيران منخفض التكلفة، كيف كانت تأثيراتها وكيف وجدتم تأثيرات ما يحصل عالميا على هذا القطاع؟ طبعا هناك بعض التأثير، لا ننسى احنا الوضع العالمي والاقتصاد العالمي المتأثر دعا كثير من المسافرين والمستثمرين الى الاتجاه للتنقل داخل منطقة الشرق الاوسط، هذا مضمارنا وهذا تركيزنا احنا، فالتقينا الفرص الكبيرة في زيادة حركة السياحة داخل الدول العربية ومن الى دولة الكويت بالذات وبالتحديد، هذه اعطتنا فرصة لم تكن متوفرة عندنا في الوقت الماضي. اقتصادياتنا قوية، دولنا بدأت تنتعش الان، واعتقد الجو مناسب جدا الان للاستثمار في الدول المنطقة والدول العربية أكثر ما هو استثمار في الدول الأجنبية. طيب بالنسبة لموضوع الانعكاسات الإيجابية، بالفعل طيران الجزيرة تحولت إلى منطقة ربحية في العام 2010 وفي الربع الثالث من العام 2010، لكن يبدو أن عنصر التكاليف لا زال يضغط على أرباح الشركة. مؤكد طبعا احنا البند الأساسي من التكاليف هو ارتفاع أسعار النفط، ولكن من ناحية أخرى
يعني احنا نضع في صلب موقع انتاج النفط، حكوماتنا اصبحت الان اغنى بكثير مما كانت عليه. الصرف اللي موجود عندنا في طاقات التنميه وميزانيه التنميه في منطقتنا اكبر بكثير مما هي تكلفه استرفاع الوقود علينا، بمعنى ان زاد الطلب على حركه الطيران، زاد الطلب على حركه السفر، فعوض كثير النقص اللي كان موجود عندنا او التاثير السلبي لارتفاع اسعار الوقود. لكن لا نختلف ان اسعار الوقود تؤثر بشكل مباشر على شركات الطيران، لكن الحمد لله احنا بطيران الجزيره اجتزنا هذه المرحله وتعاملنا معها بحرفية، وإن شاء الله راح تظهر نتائج قريبا لأن أعلنها للسنة الماضية وتظهر لكم. أنا أتوقع أن تكون أفضل مما كانت عليه في العام الماضي أم مشابه؟ لا الحمد لله، يعني لا الإنجاز إيجابية جدا وراح تكون أفضل إن شاء الله. طيب بشكل عام أنتم توقعاتكم للفترة القادمة في ظل الضغوط التي تحدثنا عليها قبل قليل بالنسبة للتوزيعات، توزيعات الأرباح، ربما هذه نقطة غاية في الأهمية وحساسة جدا بالنسبة للمساهمين. صح. يريدون الاستفسار عن هذه النقطة، هل تبشرونهم بتوزيعات أم أن عنصر التكاليف لا زال يرغب؟ طبعا لأي مستثمر لأي شركة كانت بأي من القطاعات، العنصر الأساسي الآن بالمرحلة القادمة في المنطقة عندنا هي توزيع الأرباح والأرباح النقدية بالذات. قطاع الطيران من أهم القطاعات التشغيلية وأرباحها تشغيلية 100% كلها، فراح ننظر إن شاء الله في سنة 2012 نتجه إلى توزيع أرباح نقدية في طيران الجزيرة، يمكن هذا ما نتكلم فيها، لكن ليس عن سنة 2011، لا احنا ننظر بنهاية 2012 إن شاء الله في لنا عندنا الآن توجه إلى توزيع الأرباح عن 2012 للمرحلة القادمة. سؤال أخير في 30 ثانية لو سمحت، بالنسبة لتوسعاتكم المستقبلية، هل سنسمع عن المزيد من التوجهات نحو اقتناء طائرات وتوجه إلى أسواق جديدة؟ طيران الجزيرة دائما متجددة، الشهر هذا الشهر القادم فبراير راح يكون عندنا استلام الطائرة رقم 12 في عمر الوزيز لم يتجاوز 6 سنوات. توسعاتنا راح تكون كلها من وإلى دولة الكويت، نظرتنا إلى الاقتصاد الكويتي اقتصاد متين جدا، ونحن ننظر يعني بإيجابية لهذه المنطقة إن شاء الله. سيد مروان بودير رئيس تنفيذي شركة طيران جزيرة، شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة. شكرا استاذ.